حل اليوم عيد الفطر على اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بجمعة العائلة ولمة الأصحاب. شوارع وحارات ضيقة يملأها الأطفال والمفرقعات، وككل الأعياد للفطر مستلزمات وحاجيات خاصة. ففي ظل الظروف الصعبة والأوضاع الاقتصادية التي ضيقت الخناق على اللبنانيين، هل استطاعت العائلات تأمين مستلزماتها؟ يعني الحمد لله العالم تكيفت، بس إنه غلا كتير بس العالم الحمد لله تعودت على الشيء. تقريباً بنسبة عالية الناس حابة تعيد، وفي تحضيرات، وبالعكس حتى السوق يمكن اليوم خلصت العالم شراي، ما عادش في بضاعة بالسوق. عمليا الناس حابة العيد رغم الآلام والأوجاع. يعني هلا طلع رائب العجقة، بتلاقي على الطريق عجقة على طريق الجنوب، في كتير ناس طلعت بدها تعيد بدها تعيش. كيف كانت حركة الإقبال على المحال التجارية؟ سنين قبل أحسن من هلا بكتير، هلا ما في هالشغل، يعني حتى العالم قليل ما عم تاخد مثل قبل. تعرف الوضع الاقتصادي بالبلد كيف؟ بسبب الاسعار بعدنا نحن ارخص الاسعار، بس العالم امكانياتها كثير قليله على شراء الجبنه وهيك، خذ الشيء اللي هي بحاجته بس. لا والله الاسواق نايمه شوي، كثير نايمه شوي، يعني يمكن المعيشه، يمكن الاسعار غاليه شوي كمان، هيك الاسواق نايمه. يعني كان عن السنه الماضيه، هالسنه لا ما في شيء، مش مثل السنه الماضيه. السنه الماضيه كانت المبيعات اكثر؟ احسن. انتاج اكثر كان السنه الماضيه. وللحوم الحمراء حصه في هذا العيد. شهر رمضان اجمالا الاقبال بيكون ممتاز، والحمد لله انه في عنا بشهر رمضان في ناس خيرين كثير. يعني الوضع الاقتصادي صحيح ضيق، بس بهالشهر في ناس كثير خيرين وماشي الحال الحمد لله. يعني مقبول الحمد لله. الحمد لله. هلا كوننا بالملحمة عم تقدر تشتري لحمة، عم تاكل لحمة؟ ايه، اللحمة أرخص من غيرها، أرخص من الخضرة والبصل. كيلو البصل ب 90,000، كيلو اللحمة حقه مليون ليرة يا أخي، ماشي الحال، مبسوط، بيعشي عائلة كيلو اللحمة، شوف كله تمام ماشي الحال. وحسب اللحمة، في لحامين عندهم حاجة، في لحامين لا، في لحمة حقها 600,000 الكيلو، 500,000، في لحمة حقها مليون ومليون و200. لم تكن الأوضاع الاقتصادية في الأعياد السابقة أفضل حال، لكن اللبنانيين كعادتهم لا يأبهون لشيء ويبحثون عن السعادة في أحلك الظروف. حسين شحادي، قناة الأو تي في.